السؤال التاسع من المغرب، سائلة تسأل: ما رأي فضيلتكم من المدعو أو في المدعو عبد الرحمن المغراوي، هل هو سلفي؟ عبد الرحمن المغراوي تكفيري، وقد رددنا عليه برسالة، يعني على الرسالة التي أرسلت من طلاب العلم السلفيين من المغرب إلينا وإلى غيرنا من علماء السلفيين، رددت عليه في هذا برسالة، وهي موجودة أظنها في يعني شبكة السحاب أو هكذا. نعم.